صدقوني رفاقي بأنني لم أسقط، سقطوا من فرط بؤسهم وقد أنهكهم التعب. الشهيد إبراهيم الراعي، أيقونة الصمود في زنازين التحقيق. ولد الراعي عام 1960 في قلقيلية، انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية في منتصف السبعينيات واعتقل للمرة الأولى ولم يكن عمره تجاوز 18. حكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام ونصف العام، وفي عام 1986 اعتقل إبراهيم مرة أخرى وتعرض لتحقيق قاس في سجن جنين، لكنه لم يعترف، فحكم الاحتلال عليه بالسجن 7 أعوام ونصف العام. بعد عام ونصف اعترفت عليه إحدى المجموعات العسكرية المتهمة بقتل جنود صهاينة أن الراعي أصدر أوامر من داخل السجن بقتل رئيس بلدية نابلس أيام روابط القرى والذي تتهمه الجبهة الشعبية بالعمالة مع الاحتلال. جن جنون الاحتلال فنقل إبراهيم الراعي إلى التحقيق مجددا، ومورست ضده أساليب تعذيب وحشية. نقل إلى سجن نابلس القديم ثم رام الله والمسكوبية في القدس، حيث أضرب عن الطعام وكاد يفقد حياته. استمرت جولة التعذيب 8 أشهر يضاف إليها 4 في الجولة الأولى، إلى أن أخرج من أقبية التحقيق في سجن الرملة منتصف شهر شباط عام 1988. وبعد أقل من 2 من وجوده في السجن في 11 من نيسان ترجل الراعي شهيدا في زنزانته. زعم الاحتلال أن الراعي انتحر وامتنع عن تشريح جثمانه، وسلم جثمانه بعد 2 مشترطا عدم حضور أكثر من 10 أشخاص للجنازة. عند استلام العائلة جثمان الشهيد وجدوا فكه محطما، إضافة إلى ضربة بالرأس زرقاء متورمة وعلامات أسفل الرقبة لآثار جنزير ودماء نازفة في الأذن وغرزة في الخاصرة. بعد 9 أعوام على استشهاده، نفذت شقيقته سونا عملية إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال قرب جسر الأردن. اعتقلت وتعرضت لتحقيق قاس، ثم حكم عليها بالسجن مدة 12 عاما. في وصيته قال الراعي: مجرم من يفرط بأسرار الحزب، ومجرم من يركع أمام الأعداء، صوبوا أنظاركم نحو العدو وتقدموا، وتقدموا فالنصر لنا. سنوات مرت على استشهاد إبراهيم، وبقي رفاقه يرددون: أصمد أصمد يا رفيق، مثل الراعي في التحقيق. العظماء لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ.